الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت سيبتك ليه يا عم يوسف؟ زمان فيها سوسة ومش عارفة تمشي. ده رفعها، خش يلا. حل يلا ربط الجنب التاني. نفس زي. ايش؟ اربط وقصر كده. شد حد يوسف. شد يا بركة شد. استنى يا اخي ما تخوفهاش من نربطها. اربطها يا حاج براحتك. هي كان فيها حدوة باين. امال ايه هي؟ تفضل حمارة ما كانتش في حدوة. تكاي. شوف احنا هنقلمها الاول كده. لان الضفر دي فيه في مسامير بتاعت الحلوه القديمه. معايا ايش ده؟ فيها سوسه برجلها بايظه من السوسه يا عم الحاج. ما تسوقنيش معي. الضفر ده يضاع. عايز تتحرك ازاي؟ تتحرك ازاي؟ مش الوصلة. خليك انت نايم وتحرك شاطر كده. تعال لنا حدا حاجة. حرك بقى، حرك شوف الشغل فين. لا ارفع دي. لا يا حبيبي. امسك بريك اثنين. امسك من واحد. وهي ما بتعرفش تمشي من غير حدوة الحمارة دي. عايزة حدوة على طول. عشان خاطر الحمارة دي حفيانة. ادك ورا شويه كده يا حاج. ايش ده؟ تلبس الحيطه تمشي. ايش ده؟ خدمت اللي خبطت في جنبي. تخبطك باللواش؟ ايش ده؟ ايش كده عيبها نزع. دي من قلب السوق. ايش انت لو هتقف من غيره ما كنتش هتجيب فين الله. ايش يا ده؟ انت غاب ان مفيش غير صبري في الحليب. لا يا ابو تقف من غيره. ده انا كنت في السوق. بس ايه يا عم محمد؟ الحمارة دي ما فيش فيها خراج ولا حاجة. ما فيش فيها حاجة يعني؟ هي حدينا بيت. تعرف تمشي؟ تعرف تمشي. تفتح حدو. نسك بس كل مكان غير الحدو. روح يا روح. تمام يعني. أهم حاجة عصب عشر صبر. قول هشام. قول هشام. قول هشام. لا هو لا اسكت يا ابني. شيل. مالها بس انت عاصف. مالها سني.
بعد كده ايش خلصنا اهو. هذا شو في لك يا شي شنف؟ ما تمل راسك يا عم حام. انت ممكن تجي منه؟ من مش هباي مش هتباي من ليت ماش هتباي شي شنف؟ ايش خليكوا حمارة شاطرة كده سيب ارفع التاني الضوء سيبها بس مع فيهم تعالوا قدام كده يا معلم ارفع التاني الضوء لا حاجة تعت يا أبو حمارة نفخت في وشي طب والحتة اللي بايظة قدام ده معايا دي السوسه ديت دي سوسه اه السقف محمد اجهز يابا يلا والله بكلمك بجد قوم احمد بشعبه ظبط اهو كده خلاص هتمشي وهتبقى 100 وبدل رجلي الثاني تعالى كده يا ام سيب سيب حاجة سيب اللي عندي ده اهي حطهم في الصور اللي كنت بعد كده سيبها جاهز جرب عليها كده بس اه هجي لك اليوم الثاني كمان وقتك بقى اللي هو الاحمر ده المرة دي بقى ما بتعرفش تمشي اي زلطة دي تحت رجليها حتة خشنة ما بتعرفش تمشي فعايزة بقى هي تلبس حدوة تحميها يعني لو سبتها كمان شوية هتعرف يعني لو سبت لو حد سابها كمان شوية اقول لك هجيلها دم لا هتقف هتقف هجيلها خراط طب سيبها كده تعالى امسك دي طب قلنا لا يلم الموك شوف الضفر عامل ازاي اصلا اصلا
الكفر بتاعها متكسر. فيها سوسة؟ ايوه فيها سوسة يا عم. هي فيها سوسة زي ما انت بتقول كده. دي من الماء. ايش الشاف؟ ايش عارفين انت شموه شو البال؟ ايش اتفضل يا شيخ. قول بسم الله. هات يا باشا. هات يا حبيبي. مش تحط الأربعة ولا الثلاثة بس؟ ثلاثة بس عشان ما الحيطة ما تغيبش فيه. عايزين فيها الحيطة تفضل في شهرين بس أو 40 يوم. عشان لو غابت فيها اسود يا حبيبي. لو غابت فيها غلط. نزلها نزلها يلا نهار. ارفع للثانية يلا. وسبب نقوم. تعالى يا حبيبي انت. ارفع حاج ارفع يا سيدي الثاني بس عد جاب حطه فوق على الكنبه كله. يلا شاطر يلا. لا قرب كده قرب. هي كده بقى تمشي وانت قلبك جامد. حته خشنه زلط اي مكان هتمشي عليه منها اتحدد كده بقى. لكن من غير الحدوة الحمار ده ما تعرفش تمشي. زمانت زمانت ما انت مرة وانت بتدوق ماهيش باين. تعالى تعالى سيبه سيبه. لا انت ما تفش. كله هيطلع كله هينظبط دلوقتي لحد يوسف. الحمارة ديت حسيانة والضفر التاني فيه سوس. اس تعالى يا معلم شيل ده هم. روح يا احمد. يا احمد باش سيبها يا ريس كده. ارفع دي
دوس بقى على الاثنين. خش على ما معلم كده. ماش حاجه يعني؟ لا خد ما تروح تلمس توسخ وخلاص. حط على شمزته وخلاص. اه اعمل اللي ورا كده ارفع عشان اعمل لك اللي ورا. ارفع اللي ورا. ارفع اللي قدام. ارفع اللي قدام. انت بكلها هتجلم. انا كده خلت عامرة كاملة. اشمعنى هي؟ ولا مبرد ولا حاجة عشان دي سليمة. تعالي الجنب التاني. تعالى كده هات لما ما بيوصل كده معانا. تجيبها في البداية بدل ما تعمل خراريج ولا تعمل اي حاجة. دعمنا بليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبها بس واحنا كده خلصنا. ماشي.